الو الو، الو، ايوه يا ابني. كابتني مين؟ طيب مين؟ طيب لا شنوي؟ لا لا، مش هنقول لك مين. بيسالنا، خلي بالك. بقول اصل يا ابني، قول الو تاني. الو، مين بيعمل لك اسيستات؟ طيب ايه، مين بيعمل لك اسيستات؟ الاسيست، مين اللي بيعمل لك الاسيست؟ صلاح جمعه. لا مين؟ اوبا، ماشي. ما انا اسيست صلاح جمعه اللي عمل لك. اوبا، السوليه حبيب قلبي، البرنس وحشني حبيبي. يا رب، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله، منور يا كابتن هاني والاستاذ سام، منورين دايما. الله يخليك يا كابتن، منور يا عمرو وحبيبك. هو اللي ما تعملوش بقى اسيستات تاني؟ ها، لا لا، خلاص لا، الموضوع انتهى. لكن السوليه من ايام، يعني كان منتخب الامم مع حضرتك. اه بالظبط، قعدت معاه في الاوضه. هو جاي والله. اه والله، هو كان معايا صغير، فخدني كان قاعد معايا، قاعد بقى يقعد، كان معلمني بقى، كان هو اللي بيصحيني ويتمرن بطني في الاوضه. فكنت صغير اقول له لا اتمرن انت، تعالى ماتشات، انا كده كده بره. كهربا يا كابتن سليا، خفيف الدم يعني، وخفيف الظل جدا لما بيقعد معاكم. اكيد قعدته بتبقى حلوه قوي، صح؟ ليه في المقالب برضو ولا ملوش في القصه دي؟ ايه، ليه في المقالب بقى ولا لا، مجرد انه يهزر وينكت والجو ده، يعني بيعمل معاكم ايه؟ لا، مش مقالب ولا حاجه. كهربا يعني على طبيعته جدا، وابن بلد، والناس كلها بتحبه، ودمه خفيف، وعلى طول في الفرقه، يعني اللعيبه كلها بتحب كهربا، ومبسوطه ان هو موجود معانا. وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى اضافه قويه لينا، والفرقه محتاجه واحد بامكانيات كهربا. صحيح، استقبلته ازاي عمرو كفريق؟ يعني طبعا، يعني انت بتقول من ايام، انا اول ما معلومه اول ما اعرفها انك من ايام منتخب الامم، لكن استقبالكم ازاي بقى خبر انتقال فعلا كهربا للنادي الاهلي، وان هو هيكون متواجد الفتره الجايه مع النادي الاهلي؟ الخبر ده ازاي؟ لا طبعا، يعني طبعا اللعيبه كانت مبسوطه ان كهربا يكون موجود معانا، وان هو يرجع بيته تاني، ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وامكانيات كهربا وحبه للنادي، يعني احنا منتظرين منه كتير. اللعيبه كلها كانت مبسوطه ان كهربا رجع تاني، وحتى العمال يعني الناس اللي شغاله في النادي كلها كانت مبسوطه وفرحانه بكهربا، والكل في النادي يعني بيتمنى له التوفيق، وبيتمنى ان هو يحقق بطولات معانا ان شاء الله. لا ان شاء الله. السوليه يمكن من اوائل الناس يعني اللي كلمتها في التليفون، يعني ان انا اول ما عرفت. اه قلت له يعني انت قاعد فين؟ عشان اقعد جنبك، لان يعني السوليه يمكن اول لما دخلت النادي ساعدني كتير. يعني يمكن لحد النهارده، يعني الصراحه احنا في التمارين دايما قبل التمرين بيتكلم معايا دايما، بيجي من قبليها بشويه وانا كده قاعد، يقول لي يلا قوم تعالى نروح الجيم انا وانت نتمرن، يعني دايما هو في الجيم فبياخدني معاه يعني. فبصراحه يعني شخصيه يعني محترمه جدا ونضيفه جدا، يعني من جواه ان هو بيحب الخير للناس كلها. ودي احلى ما فيه، يعني ما شاء الله. يمكن والله مش مجامله، يعني يمكن مستوى السنه دي انا دايما بقول له انت احسن لاعب في مصر، يعني مستواه ما شاء الله عمال يعلى. واداء الفريق كله الحقيقه يمكن فارق قوي مع رينيه، يعني يعني فارق قوي مع فايلر، خصوصا السوليه. عمرو السوليه لسه كان معانا طبعا، منورنا في البيت الكبير. عمرو للاسف كان حظ وحش جدا جدا للاسف، لكن ان شاء الله يعني يرجع تاني المنتخب مصر، لان في المنتخب الاولمبي كان عمرو عامل شغل هايل، مكسر الدنيا. وبعدين جات له للاسف اصابه واتزنقنا في القايمه، كانت قايمه 18 بس، فما لحقش يخش اخر حتى البطوله الافريقيه. كان مكسر الدنيا في النادي الاهلي برضو، يعني خلاص وكتبنا الاسماء، عمرو السوليه من الناس كلها مقتنعه بيه، للاسف برضو اصابه. فانا عايز اقول لعمرو دايما يا رب يبعد عنه الاصابات، هو ماشي بشكل كويس قوي، ومنهنيك عليه عمرو، ان شاء الله مستمر. وانا في رايي الشخصي، وده راي كل الناس اللي بتفهم في الكوره، ان عمرو السوليه وان شاء الله يكون كهربا، وان شاء الله اكبر عدد من النادي الاهلي يكونوا موجودين باذن الله في منتخب مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بكره نكسب بقى في التقسيمه السوليه ان شاء الله. بلاش العب معايا عشان الست الكل دلوقتي عماله تدعي. حبيبي يا سوليه، والله ربنا يخليك يا اخويا. نشكرك كابتن، نورتنا يا عمرو، نورتنا يا حبيبي، نورتنا نورتنا.